بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي المتابعين. مثل ما قلت لكم ان عندي مشكلة نقص في الغاز في هذه المركبة المازدا 2014 تقريبا. زين، كانت عندي مشكلة قبل سنة في الضاغط، كان عندي تسريب من هذه المنطقة زين في هذا المكان، وراح ارفع لكم ان شاء الله رابط المقطع ممكن تشاهدونه وتعرفون بالضبط من أين المشكلة. وحقنتها صراحة في بمادة وقف التسريب وكملت سنة الحمد لله. الحين طبعا عندي التبريد ضعيف، وراح ناخذ ضغط الغاز. طبعا السيارة باردة لم ما شغلتها، ودرجة الماسورة حاليا تقريبا 35. طبعا ما شغلت سيارة وهذا افضل اساس انه ما يعطيني ضغط غير طبيعي، راح يعطيني ضغط صراحة. اعتقد ان الضغط راح يكون ما بين الصفر والعشرة، ممكن في حدود العشرة، لان لو كانت سيارة ساخنة كان ممكن يعطيني ضغط مرتفع. زين، 35. اذن، الله أكبر، أذن العصر. شغل السيارة، شغل المكيف، طبعا تأكد أنه عندك على أقل درجة، وأيضا على الواجهة، وأيضا الهواء الداخلي، وتأكد من نظافة الفلتر. راح نشغل المكيف، حط على الميديم إذا تريد، حط على الميديم، تركه لمدة 5 دقائق. هذا على بعد تقريبا 30 سنتي. الأفضل إنك تأخذ القياسات من الواجهة هني، الوسط 24 25 17، راح ينزل. زين، خمستاشر، اللي في الوسط 15. دائما اليمين احيانا يكون ابرد لان اقرب للثلاجة صراحة من اليسار دائما، او انه اذا كان عندك مثلا الغاز ناقص. زين، في عندك نقص بالغاز، راح تحصل ان الهواء بارد ابرد، او الهواء ابرد في جهة اليمين او المخرج اليمين من الامام عن الجهة اليسار، لان المنطقة هذه منطقة اليمين يمر او تمر المروحة من خلالها، فبالتالي البرودة تخرج اسرع من هذه المنطقة، لأن هذه يبغي لها مشوار، هذه على طول مباشرة. زين، راح تلاحظون 16 درجة، 14، 12، 13، 11. زين، وهذه ساخنة. زين، هذا طبعا ما له علاقة في الكلايمت، ما عندي أي كلايمت. الحين أيضا راح نشوف الضغط صراحة في عدة القياس، يجب أن نرفع صراحة السارع، نتركه بهالشكل واحد راح يكون افضل، وناخذ الضغط في على خط الراجع وايضا على الخارج. طبعا نشوف لك اي طريقة ترفع فيها السارة لغاية تقريبا 1.5، راح يكون جيد. خط الخارج تقريبا 150 70، تقريبا 170، وضغط الراجع تلاحظون انه 10، تقريبا تحت 15 في السعر. وهذا دليل صراحة على انه عندنا نقص في القاس. زين، راح صراحة افضي الغاز واضغط النظام بالهواء
على ضغط 350 أساس إنه نشوف هل لا زال عندي تسريب من الكمبرسر أو لا. وأيضا راح تلاحظون إن الضغط ما راح يفصل، زين الضغط ما راح يفصل، ما عندنا فصلة في الضغط لأنه البرودة غير جيدة داخل المركبة. فضينا الغاز أو الضغط بالكامل، الحين مصفر، وراح ندخل في عملية ضغط النظام بالهواء لغاية 350 PSI. طبعا الكثير يحاول إنه يكشف التسريب عن طريق استخدام عملية الفاكيوم أو التفريق، وهذا شيء غلط. دائما التسريب في النظام يجب أن تكتشفه عن طريق ضغط النظام بالهواء لغاية 350 PSI، أفضل شيء 350 PSI. طبعا أثناء الضغط تحتاج فقط إلى كمبرسر عادي، ممكن أنت تسوي زين شخصيا أي كمبرسر، تشتري واحد جديد أو مستعمل زين، وأقل شيء يكون 1 طن صراحة أو طن إلا ربع راح يكون جيد لعملية الضغط. طبعا أثناء عملية الضغط راح تتأكد أن المحابس عندك الاثنين هذول مفتوحين، وأيضا مدخل الهواء زين للضغط، وراح تنتظر لغاية ما يوصل الضغط عندك 350، سواء كانت في عدة العدة الزرقاء، عدة الراجع، أو عدة الضغط العالي الحمراء. وصلنا قريب 350، راح تسكر المحبسين هذولا، نفتح الهواء من هنا أساس إنه الكمبرسر ما يظل يضغط زين. طبعا هذا عندي وراح تثبت صراحة، راح تثبت. طبعا هذا ما له علاقة في النظام، عندنا هني المحابس مغلقة والنظام هني مبلد، راح تثبت المؤشر عندك تشوف راح يثبت على رقم، وبعدين راح تنتظر تقريبا ما بين 5 إلى 10 دقائق وتشوف الوضع زين هل راح ينزل او لا. في هذا الاثناء ممكن ايضا تفحص النظام بالكامل، ترش عليه ماء صابون وتشوف الوضع، لكن واضح تلاحظون نفس المكان مبين عندي هني امانة، نفس المكان القديم اذا يطلع تلاحظون هذا نفس المكان اللي قلت لكم عليه اول مرة، تلاحظون نفس المكان القديم هذا. نفس المكان طبعا حاليا عندنا صراحة عدة حلول، ممكن أحقنا مرة ثانية بحقنة توقف التسريب ونشوف هل راح تعمل معانا أو لا، وممكن أيضا أفك صراحة الكمبرسر وأشوف إذا ممكن أصلح فيه السيل أو لا، لكن ما أعتقد إني راح أسوي هالحركة لأنه مو فاضي صراحة. زين طبعا الضغط انخفض شيء طبيعي لوجود تسريب عندي من نفس المكان مثل ما صار عندي سابقا. فرغ الهواء بالكامل عن النظام، طبعا راح استخدم تقريبا نفس الشيء حقنة اكستريم الترا، العلبة هذه تجي فيها حقنتين موقف التسريب لأنظمة التبريد والتكييف، كل حقنة فيها 6 ملي، راح استخدم فقط حقنة واحدة، راح احقنها في عدة شحن زيت، اي راح اضيفها مع الزيت وراح احقنها ان شاء الله بعد ما اعبي النظام
أو أشحن نظام بالغاز، وروح أشحن تقريبا في حدود 490 أو 500 جرام من الغاز، يعني تقريبا نص كيلو. زين، ممكن 400، ممكن 500، ممكن 510، أساس أن نعمل حساب التسريب اللي راح يصير بعد التشغيل. وبعد ما نخلص الشحن زين راح أضيف زيت على عدة شحن الزيت، وأيضا الحقنة راح أترك المركبة تعمل لمدة تقريبا نص ساعة. تأكد أن عندك بترول كافي، لأن هذه الحقنة ممكن راح تحتاج. الحين صراحة راح أفصل خط الضغط، لأن خط الضغط بعدين راح يسوي لي مشكلة أثناء الفصل، راح يفقدني كمية من الغاز، راح أفصله. زين، راح أترك فقط خط الراجع، وراح نشحن غاز بالكمية المطلوبة، وبعدين ندخل على الحقن داخل فاكيوم طبعا عن طريق الفوز الأحمر. فصلته من خط الضغط، ما أحتاجه عادي، ممكن تدخل فاكيوم أيضا، لأن التفريغ راح يمر من النظام من خط الراجع، يمر خلال هالمنطقة وبعدين يروح للفاكيوم. طبعا المحبس هذا مغلق، وأيضا محبس الاسطوانة، هذه راح أركب الاسطوانة زين في هذه المنطقة وأدخلها أيضا في الفاكيوم. تستطيع أن تعمل هذه الطريقة، يكون فقط عندك النظام جاي في هالطريقة زين بهالشكل بدون أي مشاكل. لاحظوا المؤشرات 2 على الماينس، دخلنا الاسطوانة في عملية الفاكيوم. فصلت الاسطوانة حاليا، أنا راح أتوقف عن الفاكيوم. أيضا صفرت الجهاز زين، راح أبند المحبس هذا. الحين الفاكيوم خارج الخدمة، وراح نبدأ نشحن حسب الكمية المطلوبة. وصلنا تقريبا 890 جرام، وراح نشغل المركبة نكمل عملية الشحن، وراح نترك المحبس هذا مفتوح. طبعا الطقس بارد، وراح احتاج اني اسخن الاسطوانة زين، اسخنها باي طريقة تكون مناسبة لك لاتمام عملية الشحن. شحن 300، وراح اشحن ايضا باقي 200 جرام راح اشحنهم. ركز زيت سوني سو SL68 تقريبا 30 ملي، الحين راح اضيف الحقنة. طبعا اضيفها بالكامل.
طبعا راح تترك المركبة تعمل بشكل طبيعي زين، يعني على تسارع عادي بدون ما تحركها، أو ممكن تحركها حتى لمدة نص ساعة، تركها تعمل لمدة نص ساعة، لا تبند الكمبرسر، خله شغال زين. طبعا هذه المنطقة الليزر التي فيها التسريب، راح اشتغل لكم بضاعة هذه المنطقة. هذا المنطق تاخذونه ونشوف كم المدة ايضا اللي راح يستمر معي يعمل النظام بدون اي مشاكل زين. والحين مثل ما قلت راح نخليها نص ساعة، وبعدين راح ناخذ درجة التبريد داخل المركبة. طبعا حبايبي الكثير صراحة يفشل في استخدام حقنة وقت تسريب اكستريم الترا لعدة أسباب، منها قد تكون صراحة الإبرة غير مناسبة للتسريب، يعني ممكن يكون التسريب عندك من المواسير هذه الربل أوكي، وممكن التسريب أو المحلول هذا ما يناسب هالمواسير، ممكن أيضا يكون عندك تسريب من الإبرة وهذا ما راح يكون جيد، وممكن ايضا يكون عندك تسريب صراحة كبير، يعني الثقب عندك كبير اكثر من بوينت من 0.3، لان هذه تعمل على اقل من 0.3 زين، اكثر من هذا ممكن نص ملي او ملي متر ولا 1 ملي متر ما راح يكون مناسب لها، وبالتالي تكون عندك مشكلة في استخدام هذه الإبرة. يعني الحقنة هذه ممكن تعمل معاك، ممكن ما تعمل معاك، أنت وحظك حسب الأمور هذه اللي أنا شرحتها. وأيضا البعض صراحة لا يتبع التعليمات، يجب أن تترك المركبة أو وحدة التكييف المكيف صراحة يكون شغال مدة نص ساعة بعد استخدامك للحقنة، يعني لا تطفيهن، لا تطفي المركبة ولا تطفي الجهاز، خله يعمل على أساس أن المحلول صراحة يتفاعل مع الغاز وأيضا يتفاعل مع المنطقة اللي فيها تسريب، وممكن راح يسد لك هذه المنطقة وممكن ما راح يسد لك زين. وأيضا مرة صراحة استخدمت هذا المحلول ما نفعني، لأنه كان عندي نفس البرادة زين في التوصيلات، يعني في الاتصال في منطقة من الاتصال، سواء كان اي مكان اتصال كان فيه برادة، وهذه البرادة للامانة يعني الحقنة هذه ما نفعت زين. يعني في امور كثيرة صراحة، انت وحظك حسب حجم التسريب راح يفيدك او ما راح يفيدك. جرب سعر الحقنة هذه تقريبا الحقنتين ممكن الوحدة $20، الاثنين ممكن يطلع بحدود $20 أو $50 إذا تشتري من الوكيل، ممكن تشتري من المواقع يكون أغلى صراحة حسب إمكانيتك صراحة لشراء هذه الحقنة وتوفرها في المنطقة اللي أنت فيها. ما قدرت تشتريها من المنطقة اللي أنت فيها، ممكن تشتريها من مواقع المتاجر الإلكترونية.
أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى نتعلم مع الجمهور. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك بدل الإعجاب، وأيضا نشر محباكم. نشوفكم على خير إن شاء الله.